أهلا وسهلا بكم، شرفتمونا بحضوركم البهي في هذا اللقاء الفكري الأدبي الإنساني. قرأت وسمعت وشاهدت الكثير ما يخص أمور الصحراء ومنطقة الصحراء، وطبعا أنا من الناس الحمد لله رب العالمين مطلع على الكثير من الأمور، ولم ألاقي صعوبة في الاطلاع على المعلومات. زي ما حكيت لك، أنا أصلا كنت بكتب في موضوع عن الصحراء، موضوع هكذا خرج، وأنا كنت أبحث عن الصحراء وهي تبحث عني، وهكذا خرجت الرواية بهذه الصورة. الرسالة الكبرى بالنسبة لي كروائي هي الأبعاد الإنسانية في المخيمات، في تحريك الساحة الثقافية بهكذا لقاءات. يتحدث الكاتب عن ممارسات كثيرة كتعذيب السجناء في الحفار، وفي يعني إلى درجة قتلهم، وعدم الترخيص لأهلهم من أجل معرفة مكان قبورهم حتى يزورنهم، وتسفير الأطفال الصغار وتجنيدهم في كوبا وبالتالي تسفيرهم إلى كوبا يطرح مجموعة إشكاليات، بحيث أنهم هم في الرواية يطرحون مجموعة أمور ككونهم هل هم طلبة أم جنود أم فلاحون أم عبيد أم كذا إلى آخره. فمن هنا فقد قرر البطل الرئيسي للرواية اللي هو أحمد وحميد، وهما بطلان رئيسيان ضمن الأبطال الأخرى في الرواية، قرر الهروب من كوبا إلى نيكاراغوا، ومن نيكاراغوا إلى مطار محمد الخامس بالرباط، ومن الرباط إلى العيون والطنطان، حيث أنهم يعملان في مدينة العيون كأطباء يشاركان في التنمية الاقتصادية التي تشهدها هذه المنطقة في رخاء وفي وفاق وفي أمان وفي إطمئنان، تلبية لنداء الملك الراحل الحسن الثاني الوطن غفور رحيم، وهم أيضا مساهمون في مجموعة تنظيمات حقوقية. في إطار الدبلوماسية الثقافية ومن أجل انخراط القطاع الثقافي في التعريف بالوحدة الترابية، وكذلك للوقوف على ما يعانيه إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوس، حضر اليوم معنا كاتب أردني المصطفى القرنى لتوقيع روايته التي ألفها تحت عنوان فوضى في حديقة الشيطان. هذه الرواية التي تعالج مجموعة من القضايا الإنسانية التي يعاني منها سكان تندوف المحتجزين، وهم مغاربة محتجزين لدى العسكرة ولدى القوات الجزائرية، هؤلاء الذين يعانون القصر والاضطهاد والقمع، ويعانون كذلك من التهميش، ويعانون كذلك من هضم حقوقهم الإنسانية. فجاءت هذه الرواية في حقولها الأدبية لتعالج مجموعة من القضايا الإنسانية التي يعانيها أطفال ونساء المغاربة بهذه البقعة من الأراضي الجزائرية.